أول تعليق من الفنانة يسرى بعد هجوم السوشيال ميديا عليها. لقيت الفنانة يسرى هجوم شديد بعد تداول مقطع فيديو ليها وهي بترقص مع عمرو دياب على أغنية حبيبي يا نور العين، كان في حفل زفاف كان في الجونة. وكان أول رد فعل منها للهجوم على اللي حصل عليها إنها قامت بغلق التعليقات على الصورة اللي كانت بتجمعها بالفنان الراحل سمير غانم، وهاجمها عدد كبير جدا من رواد السوشيال ميديا، وجاءت تعليقاتهم كالآتي: إيه أخبار الفرح يا حجة؟ بصراحة مفيش عندكم ريحة الدم، بس الأيام دول. الله يرحمك يا صباح لما قلتي عليكم الصبح عزة وبالليل رقص. هما كده الفنانين، جرحهم بيلم بسرعة. مش معترض على إنك تروح الفرح، دي هي حرية شخصية، اعتراضي بس على رقصك وضحكك. طب راعي حتى إن اللي مات دوت واتدفن الظهر كلت معاه عيش وملح. طيب حتى افتكر الزمالة وعشرة العمر، ده أنا واحدة مش قريبة منه وحزينة حزن السنين، رأسها مع عمرو دياب على المسرح لفت انتباهي قوي. الناس دي شايلة قلوبهم والعشرة عندهم مصلحة، والناس دي ما عندهاش أي حاجة غير نفسها. ما تنبهروش بالناس دي ولا تاخدوهم قدوة في أي شيء في الحياة، فعلا شيء محزن جدا. مش قادر أصدق إن يسرى بتعمل كده، الظهر بتعزي وبالليل في فرح وصاحبتها التانية في المستشفى، بجد حاجة تحزن. رحمة الله على سمير غانم وأسكنه الفردوس الأعلى.